والرب عارف أحشاء كل واحد فينا، وعارف وانت قاعد وانت قاعدة انت ايه حالك ومنتظر ايه. منتظر انتظار في جدية، انتظار في جدية، واخدين الموضوع جاد، واخدين الموضوع لدرجة انهم انتظروا يوم اتنين تلاتة عشرة وما فيش حاجة، في ايمان، انتظار في ايمان، في ايمان في جدية. الموضوع مش هين، لا مش موضوع عالمي ممكن نحكي فيه وبتاع، ده موضوع حلول روح الله وسكيب روح الله. روح الله القدس زي ما هتكلم بعدين، أقول عمود الكنيسة، أقول أساس الخدمة، أقول أساس الشهادة، أقول أساس القوة، أقول كل شيء، هو الكل في الكل في الكنيسة. ومن غير عمل الروح لا مسيحية، لا مسيحية. يبقى تهريج، يبقى تهريج، انتظار، انتظار في جدية، انتظار في إيمان، منتظر. وليكن دلوقتي وإحنا قاعدين ممكن ربنا يعمل حاجة في وسطينا. نيام نيام نيام، ممكن ربنا يعمل حاجة في وسطينا. صحيته، ممكن ربنا يعمل حاجة في وسطينا. يا حبيبي احنا عايزين نكون على مستوى البنوية والتلمذة، نكون على مستوى العطية، نكون على مستوى الوعد. سامحنا، سامحنا، واجبر كل نقصان في حياتنا، لأن احنا مش على المستوى اللائق بأن احنا نتعامل معاك ولا مع روحك القدوس، لكن تحت الدم في حمى الاسم الحسن اللي دعا علينا بنجتمع حواليك. افتح عيون إيماننا لنراك، افتح عيون إيماننا لنراك، افتح عيون إيماننا لنراك. أمين. انتظار في جدية، هاليلويا، انتظار في جدية. تلاميذ بعد الصعود دخلوا العلية، لا واحد قال اروح اسأل على البيت ولا عيالي ولا الغيط، كان فيهم متزوجين، ولا اروح اجيب اكل ولا مش عارف اعمل ولا اي حاجة تاني. وده الانسان اللي منتظر الوعد، انسان اللي منتظر الوعد، ما عندوش افكار جسد ولا اهتمامات جسدية. تقول لي مش هناكل، مش هنشتغل. ما انا قلت العشرة مع ربنا لا يعطل اكل ولا يعطل شغل، بل بالعكس ده يبارك الشغل ويبارك الاكل ويبارك الوقت ويبارك كل ما تمتد اليه ايادين، يبارك كل شيء. انتظار في جدية، في ايمان، في ايمان. لما اقول في ايمان، الرب قال لهم انتظروا ولا تبرحوا أورشليم، فاستنوا يوم، مفيش اثنين، مفيش ثلاثة، هنا الإيمان. وإحنا ننتظر وعد الرب بثقة. طبعا بعد ما عدى يومين ثلاثة أربعة خمسة قال لك ده ممكن الوعد حيطول، وضروري الشيطان لعب بيهم تمام وحرب مرخ قبلوها الآباء الرسل، لكن مش مهم. انتظار في إيمان، انتظار في إيمان.
لغاية ما جم اليوم العاشر اللي هو بعد بكرة هنعيد تذكاره. لكن ليه ربنا بيقول لا تبرحوا أورشليم، انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني؟ يعني لا يمكن هتبقى إنسان مسيحي وتحمل اسمي ورسالة مني وتهزم الخطية والشيطان والعالم إلا بالوعد اللي حديه لك والبركة اللي حديها لك. لازم نفهم الكلام ده، إن بملء روح الله هكون إنسان مسيحي، وبغير الملء هتكون حياتي ناقصة ومهزوم، وكل تفكيراتي عالمية، وكل مشيتي في الدنيا باطلة. معقولة؟ أيوة. ليه؟ لأني هفكر بعقلي تفكير شخصي، وهدبر الأمور بذاتي، ممكن هتفشل، وأحسبها أنا وبحكمتي أنا، كل ده باطل. لكن بملء روح الله يتغير الوضع، يتغير الوضع. مهم نمرة ثلاثة، في الانتظار الجاد وانتظار بإيمان، يقول الكتاب وهم منتظرين في اليوم العاشر اللي هو الخمسين للقيامة، والعاشر بالنسبة لخميس الصعود، يقول لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة. أتاري كانوا بيعملوا إيه؟ بيصلوا. نمرة ثلاثة، صلاة بإيمان بنفس واحدة. أنا ليا طلبة قدام ربنا أرفعها بثقة بإيمان بثقة بنفس واحدة. وحدانية القلب والنفس أساسية في العمل والخدمة، أساسية في البيت، أساسية طول الطريق، في كل عمل وحدانية القلب وحدانية النفس. كان الجميع معا بنفس واحد، بيقولوا ايه؟ يا رب تمم وعدك، تمم وعدك يا رب. كله بنفس واحد، لسان واحد. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، تمم لنا وعدك واسكب روح النار. يا الله بانا في اسم يسوع البار، تمم لين وعدك واسكب روح النار. قل معايا في روح الصلاة، في روح الصلاة، تمسك بالرب والثقة والإيمان. يا الله بانا في اسم يسوع البار، تمم لين وعدك واسكب روح النار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، تمم لنا وعدك واسكب روح النار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، تمم لنا وعدك واسكب روح النار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، أعطي روح صلاة، صلاة باقتدار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، أعطي روح صلاة، صلاة باقتدار. لما حضر يوم الخمسين كان الجميع بنفس واحدة. ربنا شاف الجدية، شاف الإيمان، شاف الإخلاص، شاف الاستعداد. الاستعداد، قلوب مشتاقة، قلوب مشتاقة. مش أي كلام، مش أي وجود في محضر الله، مش أي قعدة على الكرسي، قلوب مخلصة.
عشان كده الله استجاب لك الكرامة وكل المجد. صار بغتة من السماء صوت كما هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. هبت ريح، ريح الخمسين، صار صوت من السماء كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. طبعا 10 أيام بيصلوا ليل ونهار، بيقفوا يقعدوا يقفوا، إنما ساعة ما حصل الكلام ده كانوا إيه؟ كانوا جالسين. ريح بغتة من السماء، ريح عاصف، ريح الخمسين. هب يا ريح الخمسين وخلي الليلاد يعيد. أمين. هب يا ريح الخمسين ويخلي الليلة دي عيد. 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 تم موعودك يا حنين واغمرنا بجودك يا حنين. تم موعودك يا حنين واغمرنا بجودك يا حنين. واسكب من روحك يا حنين من أجل جروحك يا حنين. واسكب من روحك يا حنين من أجل جروحك يا حنين. تم موعودك يا حنين واغمرنا بجودك يا حنين. واسكب من روحك يا حنين من أجل جروحك يا حنين. نطالب بالمواعيد ونفرح والفرح يزيد. نطالب بالمواعيد ونفرح والفرح يزيد. هب يا ريح الخمسين ويخلي الليلة دي. هب يا ريح الخمسين ويخلي الليلة دي عيد. هب يا ريح الخمسين ويخلي الليلة دي عيد. صلوا معنا. انتوا قاعدين مستنيني. قاعدين مستنيني. هل يا ترى في انتظار بركة ولا في انتظار ايه؟ عايزين يتعشوا دول يا ابونا. هب يا ريح الخمسين وخلي الليلة دي عيد. هب يا ريح الخمسين وخلي الليلة دي عيد. وبعد كده بعد ما هبت ريح عاصف، يا سلام يا سلام. وادي كنيستك بتحيي وبترفعك وتعلي. وادي كنيستك بتحيي
وبترفعك وتعليك يا أغلى الكل علينا، انت لينا واحنا ليك. يا أغلى الكل علينا، انت لينا واحنا ليك. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك، ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك. وبعد كده بعد الهبوب ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم. ظهرت لهم ألسنة، ألسنة لهب بس كأنها من نار، مش نار يعني، ألسنة منقسمة كأنها من نار. عارف النار لما تطلع وتشتعل بتطلع كده على هيئة ألسنة. ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، وامتلأ الجميع من الروح القدس. يعني ايه امتلأوا؟ زي ما قلت في الأول، مش زي ما حصب مية واملى نص الكوباية وثلاث ارباع الكل، لا. الملء يعني سيادة أو ملكية، سيادة الروح القدس. يعني مع الفارق في التشبيه، افرض فلان ده أو فلانة نص قلبه بيحب ابنه، قلبه مشغول بمحبة ابنه أو ابنها، فيجي الروح القدس لا، عايز القلب كله. نحب أحد أبا أو أما أو أخا أكثر مني فلا يستحق، يقول له خلاص يا رب أحبك أنت من كل قلب، كل القلب. فالروح القدس يسود على كل القلب. واحد بيحب المال، واحد بيحب الذات، واحد بيحب الشهوات، كل المحبات الغريبة دي تنتهي ويسود الروح القدس يملك. وده بإرادة الإنسان، إني أتخلى عن كل محبة غريبة. طبعا احنا قلنا الخطايا خلاص تبنى تبنى، فيبقى هيتفرغ القلب للرب، وأدي فرصة للروح القدس يملك على قلبي وحياتي. يبقى لما يقول امتلئوا بالروح، أو دعوا الروح يملأكم، أو دعوا الروح يملك ويسود عليكم، ادي القيادة للروح القدس، سلم الدفة للروح القدس، خلي الروح القدس هو المرشد والقائد لحياتك. يبقى هنا امتلأ الجميع من الروح القدس، يعني ملك ساد سيادة الروح القدس، ويتحول الإنسان إلى إنسان روحاني. إنسان روحاني تبقى القيادة للروح، قيادة الروح، ويبقى اهتماماته كلها روحانية. اهتمام الروح حياة وسلام. يبان الملء في اللسان الحلو الطيب البلسم، الكلام اللي بنعمة المصلح بملح، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. يبان الملء في المحبة اللي تبان في حياة الإنسان. يبان الملء في التواضع والمسكنة الحقيقية. يبان الملء في روح الخدمة، روح الخدمة بتاعة الإنسان. يبان الملء في إنكار الذات
وان الانسان ترك محبه العالم اللي هي عداوه لله يبان الملء في حياه مسيحيه حقانيه امتلأ الجميع من الروح القدس. واتفقوا وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. لو جات فرصة هنبقى نتكلم عن الألسنة دي. ابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى. صحيح الألسنة اللي اتكلموا بيها دي كل واحد حاضر في اليوم ده بيجوا الناس من الشتات من كل لغة، فكل واحد سمع لغته اللي اتولد فيها the mother tongue، سمع لغته اللي اتولد. مع ان مين اللي بيتكلموا دول جليليين، يعني اغلبهم صيادين، يعني عاميين وعدمي العلم. مين اللي بيتكلم؟ لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. ابتدأوا يتكلمون بألسنة. ليه ربنا قال لهم لا تبرحوا أورشليم بل انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني؟ ليه؟ لأن الملء هو أساس الخدمة. غير لما حنيجي نتكلم عن الثمار أساسية للخلاص، ثمار الروح أساسية للخلاص، هتكلم عن الكلام ده. إنما الملء أساسي للخدمة، ملء روح الله. أقول في إنسان أو إنسانة الشهادة للمسيح مش على باله، مش على باله، ويمكن لغاية اللحظة دي عمره ما شهد للمسيح ولا حاول يقدم المسيح للناس. ليه؟ لأن هو ما امتلكش المسيح، ما اغتناش بالمسيح. عشان كده اقول عليه انسان فقير وغلبان ومحتاج. بملء روح الله الانسان يغتني وقلبه يتملي بالشوق انه عايز يمجد اسم المسيح ويشهد له. اما قال ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا. فتلاقي بملء روح الله نقدر نشهد، نقدر نشهد مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. أي حد يسألني المسيح عندي كلام، الثالوث القدوس عندي كلام، الخلاص عندي كلام، وهو اللي بيتكلم أعطيكم فما وحكمة. يبقى شهادة بدون ملء روح الله ما فيش شهادة. عشان كده تلاقي إنسان أبكم أخرس، ومن نبوات العهد الجديد يقول يترنم لسان الأخرس وينفجر في البرية أنهار. أنهار تلاقي فلان ابتدى يتكلم ويعلن المسيح. وبملء روح الله تلاقي الإنسان يقدر يعيش الوصية، يعيش الوصية. يعني مثلا ربنا بيقول أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم. فتلاقي غالبية المسيحيين يقول لك ما أقدرش أحب عدوي، ده إنسان صفته صفته صفة، أحبه إزاي؟ أو يقول ما أقدرش أحب عدوي. وفعلا أي إنسان طبيعي ما يقدرش يحب عدوه. إنسان الطبيعي يحب اللي بيحبه، ده منطق العالم والناس. أما منطق الروح أحبوا أعداءكم، أنا ما أقدرش. فالمسيح يقول لي أنت ما تقدرش لكن أنا أقدر. خليني بروح القدوس أملك وأسود عليك هتلاقيني أحب العدو ودور الخد الثاني. حبوا أعداءكم باركوا لعين. فتلاقي بملء روح الله نقدر نعيش الوصية، يعني تبقى الوصية سهلة. ليه الوصية عسرة عند الناس؟ ما قدرش أحب عدوي، ما قدرش أدور الخد التاني، ما قدرش اللي خدته بيأديله الرداء تاني، ما قدرش ما قدرش أنا ما قدرش. لكن الغير مستطاع عندي، أنا مستطاع عند الروح العامل فيا. فممكن روح الله يتمم الوصية في حياتي. امتلئوا بروح الله.
تلاقي من روح الله مكتوب عنه ذاك يمجدني، ذاك يمجدني. فتلاقي كل أعمال الهدف من وراها إني أمجد اسم الملك المسيح. زي ما قلت الآية الأولانية، إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم أي شيء فافعلوا كل شيء لمجد الله. فتلاقي كل هدفي أمجد اسم الله. يعني أنا جاي في المكان ده ليه؟ عشان أمجد اسم الله. أنا مسافر آلاف الأميال ليه؟ عشان أمجد اسم الله. ليه هدف تاني؟ ما تسمحش يكون لي هدف تاني غير أني أرفع اسمك وأعلي، أرفع اسمك وأعلي. تلاقي ملء روح الله يديني فرصة أمجد اسم الملك المسيح، لأن مكتوب عن الروح القدس أن ذاك يمجدني. المسيح قال عن الروح القدس ذاك يمجدني. حاجة تاني يقول يأخذ مما لي ويخبركم، يأخذ مما لي ويخبركم. يعني إيه؟ زي ما هنتكلم بعدين في المواهب، تلاقي يتكلم على ألسنة الناس بنبوات، من يتكلم بلسان يتكلم بأسرار، يكلم الناس بأسرار ويقول نبوات، نبوات وإعلانات. عشان كده يقول متى اجتمعتم فكل واحد له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة. ويبقى الإنسان مش عايش على مستوى اللقمة ولا ملو البطن، لا، ده إنسان عايش مرفوع، عايش مرفوع. وشي نبوة وشي إعلان، وإنسان مش هنا، إنسان مش هنا. يأخذ مما لي ويخبركم. في بداية الكنيسة وكان في مجموعة من القديسين المسيحيين الجداد، وخصوصا في أنطاكيا، لأن دعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا، فمجموعة كان مجموعة من الأنبياء اللي عندهم روح نبوة، روح نبوة، امتلأوا بالروح فبيتنبأوا. ومنهم واحد اسمه أغابوس، وأغابوس اتنبأ إن في مجاعة هتعم العالم وحدثت المجاعة، وتنبأ إن بولس اللي له المنطقة دي هيدخل أورشليم وهيعملوا ويسووا فيه، تنبأ نبوات. ويقول عن واحد شماس، شماس كان له أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا. يا سلام يا سلام يا سلام، فيلبس الشماس كان له أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا. طبعا ما يقول عذارى يعني أقل من 20 سنة، بيتنبأوا يعني مليانين بالروح وعندهم موهبة نوم. يا سلام، أنا كل ما أتأمل في الحتة دي وأقارن بين بنات فيلبس والبنات في الأيام الحالية، صحيح في بنات حلوين، في بنات قديسات، قديسات، بس يا ريت الكل يكونوا كده. أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا، الأربعة مليانين بالروح، أيوة عندهم موهبة نبوة، أيوة. إيه ده؟ دي العظمة، ده البيت المسيحي، ده البيت المسيحي. وأبوهم كان مبشر يجول يبشر باسم المسيح. يا سلام، فيلبس، فيلبس، فيلبس اللي قاد الخصي الحبشي للإيمان، والخصي الحبشي هو اللي قاد الإيمان أو حمل الإيمان للحبشة. فيلبس اللي هو عمل نهضة في السامرة، ده شماس عمل نهضة في كل ده بملء روح الله. أقول إن ملء روح الله يخلي الإنسان بني آدم، ده بالبلدي، بالبلدي. ومن غير ملء روح الله المسيحي مش بني آدم، مش بني آدم. ملء روح الله يخليك إنسان لك كيان ولك وزن، وتقدر تقاوم إبليس وكل قواته، كل قواته. ملء روح الله يدي الإنسان سلطان. هنتكلم عن المواهب بعدين، لكن أقول ملء روح الله
زي الهوى كما هو لازم للحياة، ملء روح الله لازم للخدمة والشهادة، للخدمة والشهادة. عارف ليه انت مالكش شهادة؟ لان مش مليان بالروح. ليه مهزوم او مهزومة من خطايا؟ مش مليان بالروح. ليه مش واخد الموضوع جد؟ اللي واخد الموضوع جد يقول لك اللحظة اللي انت عايشها دي اعتبرها اخر لحظة، جايز نفس يطلع ما يردش. اليوم اللي انت عايشه ده اعتبره اليوم الاخير في غربتك. فتلاقي روح الله يدي الانسان استعداد، استعداد. من غير ملء روح الله تلاقي الانسان متهاون، يلا يوم الله يعين الله. لا، يوم الله مش يعين الله، يوم الله يدين الله، يوم الله يدين الله. فتلاقي الانسان اللي مليان بروح الله صاحي مستيقظ سهران، تلاقي سهران على عينه ما يسيبش عينه طايشه، سهران على ايده لا يمكن لا يضرب ولا يسرق ولا ولا ولا، سهران على كيانه كله مليان بروح الله، انسان عايش حياه الاستعداد. ملء روح الله تلاقي يدي الانسان رجاء وامل وفرحه وعز، زي ما هتكلم بعدين تلاقي ملء روح الله يعرف الانسان معنى الفرح الحقيقي. تلاقي لما يقول عدد ترنيم، يمكن البعض فكر كده وانا بدندن، اهو تفكيرات، جالك فكر جالك فكر وانا بدندن، لكن مش فاهم يعني ايه انا بدندن، ويعني ايه بقول هاي كلمه من هنا وترنيمه من هنا. كلام ملء روح الله يحمل الانسان كما تحمل الامه رضيعها، ويخليك انسان مرفوع. عارف ما يكون انسان بيعوم، بتعلم العوم يعني، مش ساعات الانسان بيسيب نفسه كده وينام على ظهره في الميه، ويسيب نفسه ويبقى محمول على الميه كده، يدوب حركه بسيطه كده يستنى محمول، لا عايز يبذل مجهود ولا عايز يعوم، لكن عايز يتمتع بالرفعه وان الميه حملاه كده. ملء روح الله يشيلك زي ما الام شايله رضعها، ويهننك يهننك ويعززك، على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تذللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيه أنا. أقول الإنسان من غير ملء روح الله شحات وعريان وفقير وحزين ومهموم وشايل شيلته، شايل شيلته. اعمل عكس كل الكلمات دي في ملء روح الله، عكس كل الكلمات دي، تلاقي اللي مليان بروح الله انسان فرحان ومهلل، فرحان، ويرنم على لسانك وفي قلبك، وتتعلم ترنم وتستعذب الترنيم. يمكن لما رنمت اعداد فيه البعض رنم معايا بفرح، وفيه البعض قاعد ولا كأن الامر يعني في شيء، منتظر ايه مش عارف، جاي ليه مش عارف، لكن ربنا هيغير الحال وحينطقك، يعني هيمسكك يهزك كده، يهزك، يا تسيب خطاياك يا هيجرى لك اللي يجرى لك. امين. امتلئوا بالروح، ولإلهنا كل الكرامه والمجد من الان والى الابد، امين. تفضلوا نصلي. واقفين في محضره شخصيا، في محضر الرب شخصيا. غمض عينيك وعينيكي وقال له رب افتح عيون إيماني لأراك، افتح عيون إيماني لأراك. كلمتني عن ملء الروح، وفي موانع وعوائق جوايا، أقول لك من قلبي شيل كل مانع. ارفع طلبتك وطلبتك للرب، شيل كل مانع وعائق.
يعطل ملء روحك يا رب. اغفر خطاياي واغفر خطاياي وسامحني. صلي صلي صلي. اطلب من قلبك بتوبة حقيقية ان الروح يملك عليك وعليك. يا روح الله املكني، يا روح الله املاني. سكة صعبة محتاجة لسند، محتاجة لمعين، محتاج لروحك يسند قلبي. اطلبه من قلبك، قل له يا روح الله تعال واسند قلبي. ربي بالروح املاني واملا كل الاواني. ربي بالروح املاني واملا كل الاواني، واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني. واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني. صلي من قلبك. ربي بالروح املاني واملا كل الاواني. ربي بالروح املاني واملا كل الاواني، واديني فرصه اكرمك قبل ما تيجي تاني. واديني فرصة أكرمك قبل ما تيجي تاني. احنا بنشكرك من كل قلوبنا لأنك مستحق، ومهما شكرنا مش هنوفيك شيء من حقك علينا. لكن اقبلنا إليك الآن يا رب بنين وبنات، بالنعمة فرغنا من كل غريب وملانا بالروح الحبيب، ودينا نعمة في عينيك لنوجد في محضرك باستحقاقات الدم واسمك الكريم اللي دعي علينا. سامحنا واضرب نار الروح في دواخلنا، واذكر ولادك وبناتك قدامك، كل رأس حانية قدام أمامك. بارك الكل بكل بركات الروح، واضرب نار الروح في دواخلنا، واذكر فرصتنا أمامك يا رب. بارك كل ساعة فيها، كل فقرة في الخلوة، باركنا كلنا. عود كل من له تعب محبة في هذا اللقاء لأجل خاطر الدم شفعات قديسيك ومن العذراء مريم. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس، ليأتي ملكك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.